استاذ حسن هسه يدور جيبك يلقى $8,000 اي خاله انه كاتب عليه هاي ثمن دفنتي. زين انت رفاقك البعثيين كانوا زين اشتغلت ويا احزاب المعارضه كلها هاي بلندن وفي سوريا كلهم وما يعني وما تتوقع واحد راح يقدر بعد عمر طويل 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 ان شاء الله. ايه وتخاف ما حد يدفنك؟ وليش اقبل ان موتي يكون صدقه؟ انا لم اقبل الصدقه في حياتي، اقبل في موتي. عمر بن الخطاب ليش تعتقد انه عمر بن الخطاب راى امراه فيها جذام وهي بين الحجاج فجر على جهه قال هذا يصيب الناس لازمي بيتك او بيتك. فقعدت ببيتها ما طلعت، فمن مات عمر جو عليها الناس قالوا له اخرجي. مات عمر قالتهم اطعته حيا واخالفه ميتا. انا الان انا اللي لم ار رفضت الصدقات حيا ارفضها وودد تقول انت حتى اللحظه حتى قد لك الكلام مع الورقه المكتوبه ومع الوصيه مالتي راح اطلع لك اياها هاي ال $8,000 هاي ترافقك في حلك وترحل في كل مكان. ال 8000 10000 من 10000 ل 8000 حتى من اموت السائق وياي بعد عمر طويل المرافق مالتي يدفنوني ويسوي لي فاتحه. شوف حتى لا 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 دوله تجي تسوي الفضل مماتي وهي ما مسويه فضل عليه بحياتي.